تعال نروح لزميلنا كريم احمد ونشوف منه اخر الاجواء قبل الذهاب لملعب المباراه. اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. تحدي جديد ومن بطوله افريقيه لبطوله الدوري العام، مجهود كبير جدا الحقيقه على لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، تلاحم مباريات يعني ربنا يكون في عون اللعيبه على المجهود الكبير، الجهاز الفني اللي بيحاول بكل ما اوتي من قوه الحقيقه. يمكن فتره صعبه جدا وتلاحم مباريات كبير، لكن قدر النادي الاهلي كده. عندنا مباراه مهمه اليوم، الاهلي والداخليه على استاد الاهلي والسلام في الجوله 20 من بطوله الدوري العام، مباراه في غايه الصعوبه على المستوى التكتيكي، على المستوى البدني، على المستوى الذهني، نظرا طبعا للتكتلات الدفاعيه المعروفه طبعا فريق الداخليه، وتحديدا كمان المدير الفني المميز الكابتن علاء عبد العال اللي يمكن بيقابل اي فريق كبير بقيمه زي بقيمه النادي الاهلي بغلق مساحات كبير جدا، بتوزيع المباراه بشكل يعني في الكوره بيخنق شويه لعيبه الكوره والجهاز الفني. لكن املنا كبير جدا في ربنا سبحانه وتعالى وثقتنا كبيره ان شاء الله باذن الله في الجهاز الفني وفي اللاعبين، يكون عندهم الحلول، يكون الجهاز الفني عنده الحلول الكثيره جدا ان شاء الله باذن الله اللي هي تقدر تتخطى هذه المباراه بالفكر من خارج الخطوط، بالمجهود الكبير من داخل الخطوط للاعبي النادي الاهلي. محتاجين التركيز الكبير، يعني انصاف الفرص مهمه جدا، محتاجين كل التركيز لفريق النادي الاهلي، تلاحم كبير جدا للمباريات، عندنا عدد كبير من المباريات في وقت قليل من بطوله الدوري للبطوله الافريقيه لسفر الحقيقه كبير جدا، عشان كده يعني صعوبه المباراه النهارده جايه في هذا التوقيت يا كابتن ايمن. يعني هتلعب 28 النهارده وهتلعب يوم 4 مع القطن الكاميروني ومن بعدها يوم 7 مع المقاولون العرب، وتبدا في رحله شاقه كبيره جدا لبريتوريا لجروه، امور الحقيقه صعبه جدا على فريق النادي الاهلي. كنا بنامل يكون في يعني بعض الوعي الكبير جدا في ترتيب الجدول وفي تاجيل هذه المباراه تحديدا، لكن زي ما بنقول النادي الاهلي ان شاء الله يقابل هذا الامر بتحدي كبير جدا وبرغبه اكبر. بالتاكيد لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه هذه المرحله، عارفه اهميه هذه المباراه، مباراه مهمه جدا محتاجه كل التركيز، محتاجه المجهود الكبير من جمهور النادي الاهلي اللي رهننا عليه ممتد الحقيقه. يعني جمهور النادي الاهلي السبب الكبير جدا في نسيان التعب وبذل المجهود الكبير والرغبه المتجدده والمستمره لفريق النادي الاهلي، فعشان كده بمشيئه الله النهارده جمهور النادي الاهلي يكون له دور كبير جدا في تحفيزه وتشجيعه للمرحله كلها وليس لمباراه اليوم، المرحله كلها محتاجه كل المسانده، كل الدعم الكبير جدا لمستر كولر والجهاز الفني في هذه المرحله المهمه جدا. الامور ما انتهتش بالنسبه للبطوله الافريقيه، بطوله الدوري العام الحمد لله ماشيين بشكل طيب جدا، لكن الفصل مهم جدا وده الحقيقه اللي بيميز لاعبي النادي الاهلي، ان انت يبقى عندك وعي كبير جدا من البطوله الافريقيه تفصلها بما فيها وبما يعني حصل فيها من نتائج، ويبقى عندك وعي اكبر كمان ان انت تدخل في بطوله الدوري العام بمجهود اكبر وتحافظ على الانتصارات والجاب الكبير جدا طبعا اللي بنتمنى ان شاء الله يكون اكبر من كده كمان في النقاط بين المركز الاول والمركز الثاني. لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون مع فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. عندنا غيابات عديده وكبيره جدا، طمنك يا كابتن ايمن طبعا في البدايه الاول على الغيابات، حاله اللاعبين يعني النهارده يمكن بنفقد متولي، الشحات، السوليه، عبد القادر، برونو، ايمن اشرف، وخالد عبد الفتاح. وهنقف الحقيقه عند خالد عبد الفتاح، هو كان متواجد مع فريق النادي الاهلي في القائمه وادى تدريب الحقيقه مميز جدا غدا امس، لكن يمكن الحقيقه النهارده تعرف يكون في تدريب خفيف جدا يا كابتن ايمن قبل التحرك طبعا الى الملعب. الراجل يمكن اشتكى يعني في الركبه بالام بسيطه جدا، يعني ان شاء الله باذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في مشواره القادم، لكن خالد عبد الفتاح النهارده يكون خارج قائمه الفريق، عشان كده النادي الاهلي استعان بكوكا يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي. تعرف يا كابتن ايمن القائمه لم تعلن، لكن نذكر القائمة سريعا مع بعض طبعا بعد خلال تواجدنا طبعا ومشاهدة لاعبي النادي الاهلي، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، منعم ربيع، ياسر ابراهيم، محمد اشرف، محمد هاني، رافت خليل، افشة، بيرسي تاو، طار محمد طار، مروان عطية، احمد القندوسي، حمدي فتحي، اليو ديانج، كهربا، شادي حسين، محمد شريف، وكوكا، وعلي معلول. بنامل ان شاء الله باذن الله يكون مستر كولر قدر ان هو يضع نقاط القوه والضعف لفريق الداخليه. التشكيل كمان النهارده ممكن نشوف معلول بيريح، ممكن نشوف محمد اشرف النهارده بيشارك، ممكن نشوف ايضا كمان عدد من لاعبي النادي الاهلي بياخدوا ادوار مختلفه، لكن مهمه جدا النهارده هذه المباراه ترجعنا من جديد لسلسله الانتصارات، تزود الدوافع الكبيره جدا للاعبي النادي الاهلي، وبمشيئه الله كابتن ايمن ان شاء الله باذن الله يكون فوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. بالتاكيد هنكون مستمرين كالعاده كابتن ايمن من خلالك ومن خلال كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، تحركنا الى ملعب المباراه، تواجدنا في استاد الاهلي والسلام، كل الاجواء الخاصه بارضيه الملعب وايضا كمان الجمهور، ويا رب ان شاء الله يكون مكسب لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.